في صحة أحلى خبر هنسمعه الليلة دي. اتفضل يا قمر. بعد أقل من نص ساعة الموبايل ده هيرن وأنا وأنت هنسمع الخبر اللي إحنا مستنيينه. إيه؟ أنت خايفة عليه ولا إيه؟ هو كان من بقية أهلي. تحيلا جوزي. ده إيه العكننة دي؟ هو الواحد ما يعرفش يحتفل مع مرات صاحبه ولا إيه؟ أنت مستني حد؟ ولا مستني حد ولا مستني سبت، وهم اصلا عندهم تعليمات ان انا مش موجود. ثواني وهرجع لك. نسمة، ايه مالك مخضوض ومش على بعضك كانك شفت عفريت؟ لا عفريت ايه، ما تظلميش العفاريت، انا على بعضي اهو زي الفل. هما دخلوك ازاي؟ ايه اللي دخلوك ازاي دي؟ انت قايلهم يمنعوني ولا ايه؟ لا يمنعوكي، لا ما يمنعوكيش طبعا، انا بس قصدي يعني. قصدك ايه يا معلم؟ قول انك شقط واحده وزنقها فوق وعيش حياتك بسيطه يعني. شقط ايه وزنق ايه يا ولية؟ احترمي نفسك بقى، بلاش الجمل دي. الحكايه كلها ان عندي حد من السكرتاريه بتاعه الوزاره وقاعدين نراجع شويه اوراق مع بعض. اه بتراجعوا اوراق مع بعض بالربع اللحم ومشغلوا فيلم ايه، زوجاتي والكلب. يا ولية احترمي نفسك ولم لسانك بقى، بلاش قله ادب. مش مرتاحالك، مقابلتك مش مريحاني، شكلك يا رياض بتلعب بديلك من ورايا، ولو تاكدت انك بتلعب بديلك من ورايا هقطعهولك. يا ولية يا ولية بطلي سفلتك دي، يخرب بيت سفلتك. أنا جاي عشان أفكرك بحاجة مهمة أنا متأكدة إنك ناسيها. My birthday after tomorrow، أوعى تنسى. ده حتة عيد ميلاد بقى هعمله شبه حفلات زمان. فاكر حفلات زمان؟ حاجة برايفت، لا كاميرات ولا جواسيس، وفي شوية قزز بقى من اللي قلبك يحبهم، وفي ناس جامدة قوي هتموت وتفتح سكة معاك، يعني مصلحة يا معلم، حاجة سو برايفت. ان شاء الله هبقى موجود جاي طبعا اكيد يعني. اوعى تنسى، هستناك. وهات البت الاوبشن اللي معاك دي، بس هات لها طقم نظيف عشان الناس الموجودين هاي ليفل برضو. باي باي يا حبيبي، اللي رب خير من اللي اشترى. رياض انت كويس؟ كويس. ها
بعتيلي لندن عشان تموتوني يا عزة طاهر. ونقتلك ليه؟ ونشيل ذنبك على الفاضي ليه؟ كفاية ان انت قاعد برا البلد وما تقدرش تنزل فيها. اما مين اللي عايز يقتلني؟ وفين مراتي؟ فين مراتي؟ اسمع يا اخي سيف اسمع، اذا كنت بتكلمني وتجر معايا ناعم بعد ما عرفت اللي حصل في شركتك النهارده، يعني عشان عاوز ترجع، اهلا وسهلا. انا موافق يا سيدي، بس بشروط. الشرط ده لا. اللي عايز يضحى ما يقولش ايه يا باشمهندس. يعني ايه اسيب لك مكتبي؟ بصراحه عجبني، شرح برح الله، هويض الروح، ما فيهاش حاجه دي. ليه هو انت ما عندكش مكتب؟ عندي، بس ولاد الابلسه بقى ما بيدخلونيش فيه. هو انت ما تعرفش حكايه المولوتوف اللي بترمي علينا واحنا قاعدين ولا ايه؟ ما انتوا اللي ابتديتوا. مش مهم بقى مين اللي ابتدى ومين اللي ابتداش، امضي امضي يا باشمهندس. البند ده لا. خلي بالك يا باشمهندس ان انت لحد دلوقتي تعتبر مش موجود في مصر. ليه بقى؟ لان الباسبور بتاعك مش مختوم، يعني مش موجود، يعني مالكش دي. ده تهديد ولا ايه؟ يا اخي خلي شويه عندك من الاحمر. الله، بقى انا بعد كايبه دخلتك مصر، جبت لك العربيه بتاعتي، خدتك من المطار لحد هنا، مع اني عليك 200 قضيه. اللي بتعمله ده لو يدرع زياده، كفايه الفلوس اللي هتاخدوها. هو احنا هنحطها في جيبنا لا سمح الله؟ دي فلوس هتخش خزينه الدوله باعتبارها ضرايب. الله، جري يا باشمهندس، هي البلد دي ملهاش حق عليك ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا اول واحد بيسدد ضرايبه كل سنه. ايوه، بس ممكن يكون في واحد محاسب شغال معاك كده مخبي مليار كم مليون في الجنب ده. اقول لك ايه، بلاش يا سيدي تعتبرها ضرايب، اعتبرها ثمن حريتك، ثمن رجوعك لبلدك ام الدنيا. الله، واحنا يا سيدي هنسيبك تشتغل بكل راحتك، واوعدك ان ما حدش هيتعرض لك ابدا. ماشي، بس انا ليا شرط، مراتي ترجع لي قبل ما تستلموا جنيه واحد. تاني هتقولي حكايه مراتي دي؟ طب احلف لك على على ما فيش مصحف عندك هنا؟ عندك في الدرج. معلش ما لحقتش افتش كويس. صدقني انا ماليش شد خالص بالموضوع ده. اكيد طبعا الناس اللي هم خطفوها دول هيتصلوا بيك عشان يسوموك. اللي خطفوها كانوا عايزين يقتلوني، شنط الفلوس كانت قدامهم وسابوها ومشيوا. ما أنا بصراحة الموضوع ده ما عنديش أي معلومة ممكن أقولها لك عشان تفيدك. أنا عندي حاجة كده خاصة برياض، يعني مخبيها شوية، لكن اللي محيرني في الموضوع كله إزاي رياض ما يكلمكش وأنت في دبي ويقولك إن أنت ترجع. عارف بينكم بعض إيه؟ أنا عارف طبعًا إن هو كان شغال معاك وأنت طردته يعني عشان هو حرامي. ما شاء الله، ما أنت عارف إن هو حرامي أهو. ووسخ كمان. بس ما فيهاش حاجة إن إحنا نتعاون مع الأشكال دي، إحنا بنتعاون مع الكفرة والملحدين، فيها إيه يعني لما نتعاون مع واحد حرامي ووسخ؟ لا منطق برضه، ده أنتوا ربنا هيكرمكم أوي. قولي بقى إيه السر اللي بينكم اللي مخلي المية معكرة أوي كده، عشان أقول لك أنا كمان إيه اللي أنا كنت مخبيه؟ ولا أقول لك؟ هقول لك أنا. في واحد شغال في المرور اتصل بيا وقال لي ان رياض طالب يخفي ملف العربيه. قلت له موافق، سهل هاله، رياض ده بتاعنا. الغريب في الموضوع ان بعديها بيومين بالظبط انت برضه رحت بتسال على ملف العربيه دي. سبحان الله، والله كان قلبي حاسس. طب هو انا يا باشمهندس يعني لو طلبت منك تجيب لي الملف ده تقدر؟ دي كلمه تقولها يا باشمهندس؟ من العين دي قبل العين دي. ما قلتليش بقى، أول دفعة بإذن الله
هنستلمها امتى؟ ان شاء الله من العندي والعندي بكره. خلاص يبقى تسلمني اول مليار بكره تستلم اختك ايه. استلم اختي ايه؟ يعني ايه استلم اختي ايه؟ هو انت ما تعرفش ان ايه محبوسه؟ اختنا؟ ما كانش ينفع نقول لك، ما كناش عايزين ننكد عليك وانت في عز فرحتك، وبعدين خوفنا انك لو عرفت انك خلاص خلاص بقى اللي حصل حصل، في ايه؟ وبعدين انا عرفت الموضوع انتهى، اوعدك بكره ان شاء الله هتبقي في البيت. ازاي وفي حب؟ ما تشغليش بالك، هما طلبوا من ماهر ان هو يقدم طعن وهيفرجوا عنك بقرار رئاسي، اتصرفوا بقى زي ما هما عايزين، اهم حاجه عندي انك تكوني خارجه من هنا بكره ان شاء الله. وانت عملت اللي هما عايزينه؟ اه طبعا. انا هكمل ازاي؟ يا ماهر عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه بس ايه يا ماهر ما تخلص؟ ما طلعلهاش عمه في المنصوره،